بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. النهاردة قصة جديدة، قصة كفاح لألعاب الصلاة، وبالأخص ملوك الصلاة في كرة الطائرة بيخوضوا البطولة رقم 37 أو في نسختها 37 لبطولة أفريقيا للرجال، والتي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلينا نقول أن النادي الأهلي في البداية هو حامل لقب هذه البطولة. النادي الأهلي ب 12 لقب على مدار تاريخه. الرجال أو رجال الكرة الطائرة هم أكثر الفرق حصولاً على ألقاب أفريقية في ألعاب الجماعية في النادي الأهلي. خلينا أقول أنه الطائرة طول عمرها عودتنا أن لما بتاخد بطولة بتفضل تاخدها بسنين، ما بتاخدش بطولة وترجع لها بعد فترة، لا بياخدوا البطولة يفضلوا فترة 3 4 5 سنين ورا بعض محافظين على هذا اللقب. إن شاء الله الدفاع عن اللقب هيبتدي من بكرة. النهاردة بنغطي مع حضراتكم القرعة وفعالياتها. البطولة بتشترك فيها 24 فريق. خلينا أقول لحضراتكم أن بعد بطولة الطائرة سيدات والتي أقيمت على نفس الصالة واللي تابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي واللي فاز بها أيضا النادي الأهلي لكرة الطائرة في لقبه التاسع، شجعت ناس كتير جدا أنها تشارك، وشافوا قد إيه نجاح التنظيم والإقامة والاستقبال والناحية الفنية أيضا. كل الفرق رجعت مستفادة من بطولة السيدات. حصل أن 30 فريق طلب الاشتراك في بطولة الرجال، وده رقم كبير جدا للي ما يعرفش، ده رقم كبير. اي بطوله بيبقى ماكسيمم 24 فرقه. اتحاد افريقيا رد عليهم قال ان انا مش هقدر استضيف اكتر من 24 فرقه ودي لوائحي بتمنع ذلك، ولكن اللي هيدفع او هيسدد الاشتراك له اولويه الاشتراك في البطوله. هو بالفعل طبعا اكتر الفرق سددت بسرعه، 24 فرقه تاكد وصولهم. الان بيدار او بيجرى الاجتماع الفني في احد الاوتيلات الكبيره اللي بتستضيف الفرق. خلينا اقول ايه موضوع الاجتماع الفني. الاجتماع الفني ده بتقعد فيه البطولة أو بيقعد فيها المنظمين أو الاتحاد الأفريقي، بيتكلم مع الفرق كلها عن فنيات البطولة، هيبقى شكلها العام إيه، إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي مش مسموح بيه، عدد اللاعبين المسموح ليه بالمشاركة. ممكن ما يكونش فيه حاجات جديدة، ولكن لازم الاتحاد الأفريقي في كل الألعاب، كل اللي شارك في أفريقيا في هذه الألعاب عارف إن الاتحاد الأفريقي لازم يعمل اجتماع ويتكلم مع كل المديرين الفنيين، ومش كده بس، بيقول لهم ايه اللوائح اللي هتنظم هذه البطوله. بعد الاجتماع الفني المغلق بيتفتح الاجتماع وتبتدي فعاليات القرعه اللي ان شاء الله هنلاقيها لحضراتكم، وهنقول لكم بالتفصيل حتى الفرق هيكون ايه، لان من المتوقع هتبقى اربع مجموعات ست فرق هتلعب، ده المتوقع. هنشوف حتى النهارده ممكن في القرعه ايه اللي ممكن يحصل. خليني اقول لحضراتكم كمان ان النادي الاهلي زي ما قلت لكم وحامل لقب نسختها 36 اللي اتلعبت في تونس السنه اللي فاتت في نفس التوقيت في ابريل، واضح ان ابريل ان شاء الله وشه علينا حلو. بعد ما فزنا ببطوله افريقيا السنه اللي فاتت بدا النادي الاهلي رحله يعني طلب استضافه هذه البطوله، وتقدم النادي الاهلي بطلب لاستضافتها للاتحاد الافريقي، ممثل طبعا عنه رئيس الاتحاد الافريقي المصري طبعا دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وبدات المفاوضات حتى تم استضافتها وتم اعلان النادي الاهلي رسميا استضافه البطولتين. انتهت بطولة، البطولة الثانية إن شاء الله بإذن الله ستكون من نصيب النادي الأهلي. خليني أقول لحضراتكم إن القرعة تأخرت قليلا لأن الاجتماع الفني تأخر. طب تأخر ليه الاجتماع الفني؟ لأن في 7 أو 8 فرق كانوا جايين، ده طبعا لقطات حية من يعني فعاليات أو الصالة اللي بيقام فيها القرعة، حاجة على أعلى مستوى، منظر يعني الحقيقة بنشوفه دايما في بطولات أوروبا الحمد لله بيتحقق، والنادي الأهلي بينجح في تنظيم البطولة بشكل كبير. خليني أقول لحضراتكم حاجة كمان، إنه تأخر هذه الفرق عن الاجتماع الفني ده اللي أخر الاجتماع الفني وبالتالي أخر القرعة. فطبعا التأخير مش من النادي الأهلي أبدا، ولكن تأخير من وصول الفرق متأخرة النهاردة الصبح، فعقبال ما الفرق راحت الأوتيلات أو اللي جه من المطار على الأوتيل أو على القاعة خد وقت أطول شوية. هنبتدي مع حضراتكم وهنتابع أكيد معاكم فعاليات القرعة، بس خليني أستعرض مع حضراتكم الفرق المشاركة اللي هيكون من خلالها القرعة ستقام. هم 24 فريق، خليني سريعا أستعرضها مع حضراتكم. طبعا في مقدمة الفرق الأهلي من مصر، الطيران من مصر، سموحة من مصر، طلائع الجيش من مصر، الخدمات العامة كينيا، أوليمبي مليلة الجزائر، السوحلي ليبيا، دي جي اس بي الكونغولي. هستمر مع حضراتكم هنعرض باقي الفرق. الشرطة من بنين، فينانس من بنين، فاب الكاميروني، بورت فوليبول الكاميرون، موانجازا الكونغو الديمقراطية، أهلي بنغازي ليبيا، في سي اسبوار الكونغو الديمقراطية، الشرطة كوت ديفوار. أيضا جامعة زيمبابوي سوين بلو
سيشل، تيمو ستار أوغندا، السجون كينيا، ريد سكين ليتسو ليسوتو، ولايتا ديشتاتشا أثيوبيا، كامبالا أوغندا، بافيا الكاميروني. دول كانوا ال 24 فريق اللي شاركوا، واضح طبعا مشاركة أربع فرق. خلينا نستعرض مع حضراتكم ألقاب النادي الأهلي ال 12 اللي فاز بيهم. أول لقب فاز بيه النادي الأهلي كانت 1980، 83، 1985، 1996، 1997، 2003، 2004، 2006، 2010، 2011، 2015، 2017، 12 لقب حصل عليهم النادي الأهلي، وبإذن الله ال 13 هتكون على صدر الأمير عبد الله الفيصل في اللقب ال 13 بإذن الله. خلينا نستعرض مع حضراتكم قائمة الجهاز الفني اللي بيخوض بيها النادي الأهلي فعاليات البطولة. المدير الفني الكابتن محمد مصالح ميدو، مدرب عام تامر مجدي، مساعد مدرب محمود جمعة، محلل تقني محمد زكريا، أخصائي علاج طبيعي هيثم عاطف، مخطط أحمال الحسن عبد المجيد، مدلك عبد الرحمن مكي، مدير إداري خالد أبو زينة، إداري أيمن علي، طبيب الفريق محمد شوكت. أستعرض مع حضراتكم قائمة الفريق، قائمة أبطالنا اللي بنخوض بيهم البطولة رقم 37 أبطال النادي الأهلي. معانا رقم 2 عبد الله عبد السلام كابتن الفريق وصانع العابه التاريخي، عبد اللطيف عثمان، عبد الحليم عبو في مركز 3، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، احمد عبد العال، حسام يوسف. معانا ايضا في قائمه الفريق محمد عبد المنعم، احمد قطب، شكري الجويني اللاعب التونسي المعار من نادي الترجي التونسي لمده عام والمحترف في صفوف النادي الاهلي شكري الجويني، أحمد سعيد، يوسف حمدي الصافي، محمد معوض، محمد رمضان. خليني أقول لحضراتكم أنه البطولة الفرقة استعدت إزاي. الفريق خلص بطولة الدوري وتوج ببطولة الدوري قبل نهاية الفعاليات بمباريتين، خد أول الدوري بعد غياب سنتين بطولة الدوري عن النادي الأهلي. بعد بطولة الدوري واخر مباراة كانت مع نادي الجيش، لانه نتذكر المباراة زعناها على قناة النادي الاهلي، سافر الفريق ليلا الى بولندا، عمل اربع ماتشات هناك او لعب اربع ماتشات من اقوى المباريات. بولندا دولة كبيرة في الكرة الطائرة. الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي اصر على مشاركة معسكر خارجي، لان النادي الاهلي لما بيحب يعمل حاجة بيعملها كاملة المعالم، يعني مش تنظيم بس ناجح، لا لازم فرقته كمان تكون في اكمل وجه، وايضا التنظيم وكل شيء يكون في اجمل وجه. يعني النادي الاهلي دايما بيحب التابلو كله يبقى مكتمل. خليني اقول لحضراتكم بعد ما رجعت الفرقه من بولندا، لعبوا اول امبارح مباراه دور الثمانيه في كاس مصر مع الاب دمنهور، وفاز النادي الاهلي 3-0 وتاهل لدور الاربعه. اذا النادي الاهلي فاضل له بطوله افريقيا وبعديها بطوله الكاس ان شاء الله عشان يعني تكمل الثلاثيه باذن الله. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد في قاعه او اجراء القرعه، عمل طبعا لقاءات مهمة. خلينا نشوف اللقاءات وارجع لحضراتكم. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. القرعه والاجتماع الفني للبطوله الافريقيه للكره الطائره الرجال، اكيد بنتمنى كالعاده زي ما بنقول التوفيق لرجال النادي الاهلي. بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الكابتن محمد مصلح، كابتن ميدو طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق يا كابتن ميدو، حاملين اللقب بيبقى عليكم عاطف كبير جدا ان انتم طالبين ان انتوا تركزوا بشكل كبير جدا في البطوله. البطوله بالنسبه لكم بعد النشوه الاخيره والفوز المميز في المسابقات المحليه، شايف البطوله دي ازاي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ببارك لجماهير النادي الاهلي على بطوله الدوري العام. بصراحه استعدينا كويس قوي للبطوله دي. يمكن انا اخذت اللعيبه زي ما تقول كده، خطفتهم من نهائي الدوري على طول على معسكر بولندا، لان انا عارف طبعا نشوه الفوز بتبقى حلوه جدا، بتاخد حوالي اسبوع مش اقل من اسبوع عشان خاطر اللعيب يقدر يعمل ريكفري والكلام ده كله. انا خدتهم خطفتهم زي ما بقول لك كده بالظبط على الطياره. هو يوم واحد بس كانت الفرقه مركزه تاني على البطوله دي، وان شاء الله نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي. انا عارف ان في توليفه مميزه للشباب والخبره والعلاقه الجميله جدا بين الكابتن ميدو واللاعبين، ازاي بتقدر تتواصل مع اللعيبه بشكل كبير كده يا كابتن ميدو؟ الحافز الدوافع ازاي بيبقى في تاهيل بشكل مستمر كده لكل اللعيبه الكبار والصغيرين كمان يا كابتن؟ والله الحمد لله، يعني دي علاقه انا يمكن بحب جدا اللعيبه دي، لان انا زي ما قلت قبل كده كتير جدا دي، يعني انا ما سبتش النادي الاهلي بقالي 33 سنه في الفريق دوت، سواء كنت لعيب لمده 20 سنه ودي السنه ال 13، سواء كنت مدرب مساعد مدرب او مدرب عام او مدير فني. فالحمد لله العلاقه ما بيننا كويسه جدا، خصوصا كمان ان في زي عبد الله انا لعب معايا وكابتن فرقه هايل كويس جدا، عارف يلم اللعيبه كويس، هايله لا محترمه جدا جدا في الملعب. انا مدير الفني هم يحترموا كده كمان، انا صاحبهم جدا، اخوهم الكبير، بياخدوا رايي في حاجات كتير. الحمد لله دي علاقه مغلقه بيني وبين الفرقه، وانا دي بعتز بيها قوي.
شوف المنافسات ازاي في البطوله دي، 24 فريق مشارك. يمكن الناس قللت شويه، قالت ان مفيش فرق تونسيه مشاركه، مع اننا احنا كنا حاملين اللقب من تونس وكنا فايزين على تونس. بتشوف المنافسات عامله ازاي والفرق المشاركه، شايف الفرق عامله ازاي يا كابتن ميرو؟ والله الحمد لله انت جاوبت على السؤال. طبعا فرق تونس فرق محترمه وكبيره جدا، لو كانت جت كانت هتزيد البطوله قوه، لكن الحمد لله رب العالمين احنا هناك السنه اللي فاتت كسبنا الترجي وكسبنا النجم وخدنا البطوله في ارض تونس الحمد لله. فيعني لو كانوا جم طبعا كانوا هيزيدوا البطوله قوه، لكن البطوله فيها اربع فرق مصريه، الاهلي والجيش وسموحه وطيران، الاربع فرق محترمين جدا، زائد فرقتين من ليبيا وفرقه كاميرون. فالبطوله الحمد لله هتبقى قويه. مش عايز نغمه دي، انا نبهت على اللعيبه امبارح في اجتماع مصغر كده، ما حدش طلعكم بره تركيزكم البطوله ضعيفه، لا البطوله قويه جدا، كفايه كمان ان فيها نادي الجيش المصري يعني كسب البطوله دي قبل كده وفريق منافس قوي جدا، والانديه ليبيا ان شاء الله. سيدات ورجال بطولتين في وقت قليل قوي، ولسه كمان بطولتين لكره اليد. كبقى عضو للنادي بقى مش مدير فني، كيف ترى النادي الاهلي ومجلس ادارته والتنظيم المميز جدا للبطولات القادمه ان شاء الله يا كابتن؟ والله كلمه، الواحد فخور جدا بالنادي الاهلي، فخور جدا بمجالس ادارته، فخور جدا ان هو ينتمي للنادي العظيم دوت. يعني فرحه كبيره جدا، ويعني مجهود شاق على الناس كلها، بدايه من الكابتن رؤوف عبد القادر مثلا اللي هو مدير النشاط الرياضي، وخد بقى عندك لغايه الكابتن محمود الخطيب. الناس طبعا موفره كل حاجه لكل ضيوف مصر. انا فخور جدا ان انا بنتمي للنادي العظيم ده. اخيرا يا كابتن ميدو، انا عارف ان كل لاعبتنا على قدر المسؤوليه، لكن الرساله اللي ممكن يوجهها كابتن ميدو لكل اللاعبين قبل انطلاق البطوله كمدير فني للنادي الاهلي، ممكن يقول للكابتن ميدو لكل لاعبه النادي الاهلي؟ اوعوا تستهينوا بالبطوله، البطوله قويه في ارض النادي الاهلي، مهم جدا ان احنا نكسبها ان شاء الله. فعدم الاستهانه باي خصم ان شاء الله ده مفتاح الفوز لينا. كل شكر تقدير من جديد للكابتن محمد مصلح ميدو، طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. زي ما بنقول ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. الاستعداد كان رائع جدا بالنسبه للنادي الاهلي بمعسكره المغلق. ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي في هذه البطوله، مع اولى المباريات يكون النصر ونقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد هنا من احد فنادق الاقامه لقرعه البطوله الافريقيه والاجتماع الفني ايضا للبطوله الافريقيه لكره الطايره الرجال. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا. لقاء مهم في افتتاحيات لقاءاتنا النهارده، كابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني. بالمناسبه هو كابتن محمد مصالح قال انه بقى له 33 سنه مع هذا الفريق، سواء لاعب مساعد مدرب او مدير فني، ولكنه تولى المسؤوليه كمدير فني منذ سنتين. كانت النتائج مهتزه، بدا يبني فرقته، ما طلعش في الموسم، يعني الموسم اللي فات ما خدناش دوري ما خدناش كاس، بس خدنا بطوله افريقيا وهو لقب الاكبر. السنه دي الحمد لله بطوله الدوري رجعها بعد غياب سنتين، احنا الحمد لله اكثر الفرق حصولا. خلينا اتعلق على بعض الامور المهمه اللي لاحظتها من لقاء الكابتن محمد مصالحي. كابتن محمد مصالحي واضح عليه الاجهاد، الاجهاد ده جاي نتيجه هو ما بيتمرنش ولكن ما بينامش. الراجل حاسس بمسؤوليه كبيره، البطوله في ملعبه، واضح عليه جدا الاجهاد، ودي احساس بالمسؤوليه. هو ده اولاد نادي الاهلي، اولاد نادي الاهلي ما بيناموش ولا بيجي لهم زي ما بيقولوا يعني راحه الا لما بيتم المهمه على اكمل وجه. هو شايف ان المهمه هتبتدي بكره، ابتدت من النهارده فعلا بالقرعه، شايف انه مش هيرتاح الا بعد ما يوصل ان شاء الله انه يتوج بهذه البطوله. خلينا اقول كمان انه قال حاجه كويسه جدا، قال انه خد الفرقه خطفها. دي في معنى الرياضيين، انت لما يعني ايه بتاخد واحد بسرعه ما بيلحقش ياخد باله. خد فرقته بعد ليله تتويج ببطوله الدوري، ليه خدهم؟ ما كان ممكن يستنى يومين او ثلاثه، لانه عايز يخرج اي فرقه بتاخد بطوله تاخد لها اسبوع نشوه، بيحصل دروب، الكيرف بينزل، اضعف وقت الفرقه بيبقى بعد حصولها على البطولات، وبنشوف ده حتى في كره القدم. لو فريق حتى كسب مباراه بشكل كبير، المباراه اللي بعديها ما بيكسبوهاش بالشكل ده. ليه؟ لان بيحصل دروب نفسي، الدوافع بتقل. فهو كان حريص جدا ياخد الفرقه يروح بيها بولندا، قال لك خرجتهم هو يوم واحد، يوم السفر فرحنا وانبسطنا وبدانا تاني يوم على طول. هو ده الفريق البطل، ودي رساله الحقيقه بنحب نوجهها لكل الفرق حتى الناشئين اللي بيتفرجوا علينا. البطل عشان يكون بطل ما عندوش وقت يضيعه، نفرح وننبسط بعد الموسم، بعد ما نكون خلاص الحمد لله خلصنا كل البطولات. دي حته ركز عليها كابتن محمد مصالحي. قال كابتن محمد مصالحي كمان انه بيعتمد على الناحيه النفسيه. يعني ايه بيعتمد على الناحيه النفسيه؟ كابتن محمد مصالحي ميدو عامل حاله حلوه جدا مع اللعيبه، مصاحب اللعيبه، اللعيبه ما بتعتبروش مدير فني، والموضوع ده صعب جدا. انت بيبقى في عندك حب واحترام، مسيطر على الفرقه وفي نفس الوقت الفرقه كلها بتحبه. طيب خلينا نكمل تعليقنا، بس هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مهم وارجع لحضراتكم تاني.
شكرا لك يا كابتن عيسى السعيد، تحياتي لك من جديد وكل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. لقاءات خاصه هنا من احد الفنادق طبعا بتستقبل القرعه والبطوله، الاجتماع الفني كمان للبطوله الافريقيه لكره الرجال. معنا في هذه اللحظات الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي وايضا رئيس لجنه الاقامه والاعاشه والانتقالات والمرافقين لهذه البطوله. مجهود كبير يا كابتن وائل كالعاده، البطوله السيدات كان ليك تاثير كبير وكالعاده طبعا في الانتقالات والاعاشه لان ليها تركيز كبير وهي دي الواجهه على ما اعتقد بالنسبه لنا. لسه كمان البطوله دي هتنطلق ان شاء الله خلال ساعات قادمه، شايف البطوله دي ازاي بالنسبه لك يا كابتن؟ والله احنا بنمسي عليكم وبنمسي على كابتن طارق السعيد والقناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي متابعينا. طبعا احنا البطوله دي بطوله اكبر من بطوله السيدات، عددها 24 فرقه، في اربع فرق من مصر، ال 23 فرقه مقامين معانا. في مجهود كبير، على احنا متقسمين على ثلاث فنادق، في انتقالات، في مواعيد تمرين. بصراحه انا بشكر كل اللي في اللجان وخصوصا اللجنه معايا، بيتعبوا جدا. احنا بنوصل زي ما بيقولوا الليل بالنهار. احنا النهارده عندنا الاجتماع الفني ان شاء الله، الحمد لله ما فيش اي ملحوظه جات لنا لحد دلوقتي. احسن ملاحظ من خبرتنا الحمد لله بقينا نتلافاها على طول. ان شاء الله بمشيئه الله تكون البطوله عند حسن ظن الناس اللي موجوده وجماهير النادي الاهلي، ونطلع ببطوله مشرفه تليق بينا كنادي اكبر نادي في الشرق الاوسط في افريقيا ان شاء الله. قدمنا بطوله السيدات وحملنا الكاس فيها، بطوله الرجال ولسه عندنا بطولتين كمان لكره اليد. بتشوف تنظيم البطولات في الوقت القصير ده لمجلس اداره النادي الاهلي كيف ترى كابتن وائل كاحد اعضاء النادي قبل ما تكون مدير فني للنادي الاهلي؟ والله انا مش عايز اقول، النادي الاهلي ده نادي كبير ونادي عظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا بننظم بطولات، الحمد لله شهادة على وسام، على وسام على صدر النادي الأهلي، وسام على صدر النادي الأهلي، إن الناس كلها بتمشي بتيجي عندنا وبترجع مبسوطة جدا. وإحنا يكاد يكون أو إحنا بننظم تنظيم عالمي، الأفارقة كلهم بيبقوا حريصين إن هم يجوا لأن هم عارفين إحنا الحفاوة الاستقبال ومستوى الفنادق ومستوى الملاعب والإقامة نفسها. بلدنا بلد كبيرة والنادي الأهلي نادي كبير، واحنا بنتشرف بوجود الناس معانا ان شاء الله. 24 فريق عدد كبير برضه يا كابتن وائل، ان يبقى فيه متوزعين طبعا بشكل مميز جدا، لكن هل في صعوبات بتقابلنا بنحاول ان احنا نتلافاها الفترة اللي فاتت؟ لان العدد الكبير بيبقى ليه مشاكل كبيرة على بعض. والله في صعوبات طبعا، بس انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا خبرة، عندنا بطولات افريقيا قبل كده نظمناها، عندنا بطولات عربية نظمناها، فابتدينا نتعامل من خلال خبرتنا مع المشاكل وعلى طول بنقوم بحلها. لان هرجع لحضرتك تاني اقول لحضرتك احنا بنمثل نادي كبير وبنقابل، والخبره بتاعتنا بنكتسبها من عدد البطولات اللي احنا بنشارك فيها. والحمد لله اداره البطوله بدايه من استاذ الجرحي واستاذ ضماطي وكابتن رؤوف دكتور ياسر، الناس كلها 24 ساعه متواصله معانا عشان يذللوا اي عقبه او اي مشكله بتقابل الفرق. وانا هنا اهو بشكرهم وبشكر كل من هو في اللجنه، وبشكركم انتوا لان انتوا برضو بتتعبوا معانا، وربنا يكرمنا ويوفقنا ونحمل الكاس ان شاء الله، البطوله دي والبطولتين اللي جايين ان شاء الله مشيت لنا. شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي وايضا رئيس لجنه الاقامه والاعاشه والانتقالات والمرافقين لهذه البطوله. ان شاء الله بنتمنى التوفيق كالعاده للنادي الاهلي في هذه البطوله الرائعه تنظيميا ان شاء الله. ننتظر الافتتاح غدا يكون على اعلى مستوى كالافتتاح الذي سبقه لانسات الكره الطائره اللي فاز بها النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد ولقاءات خاصه من القرعه والاجتماع الفني للبطوله الافريقيه للكره الطائره رجال. عوده ليك يا كابتن هيثم. شكرا جزيلا زميل كريم احمد. خليني اقول لحضراتكم ان خلاص القرعه هتبتدي، هنروح نتابعها مع حضراتكم وهنكتب ورا بعض او نكتب مع بعض القرعه وهنكتب الفرق وهنرجع نعلق عليها ان شاء الله. ابتدى المشوار خلاص زي ما بيقولوا دقة ساعة العمل. البطولة بكرة إن شاء الله، مباراة الافتتاح بكرة الساعة 7. خليني أستعرض مع حضراتكم أهم الأمور اللي حصلت في القرعة. خليني أقول إن 24 فرقة تم تقسيمهم لأربع مجموعات، كل مجموعة ست فرق. خليني أقول إنه
يعني كل فرقه في المجموعه تلعب 5 مباريات وده عدد مش قليل، فاذا البطوله هيبقى فيها حمل عالي. دي نمره 1. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نتكلم في اي حاجه، اول حاجه بنقولها ان هيبقى فيه حمل عالي على اللعيبه، فكل الاجهزه الفنيه هتبقى عارفه كويس قوي ازاي توزع الاحمال. الحمد لله رب العالمين احنا ما عندناش مشكله، عندنا في المركز لاعب واثنين وثلاثه يقدر يشيل هيتوزع الحمل. كابتن ميدو عنده خبره كبيره جدا في توزيع الاحمال، الحمد لله دي ما عندناش مشكله فيها خالص. خلينا نقول المجموعات سريعه. المجموعه الاولى النادي الاهلي طبعا كان راسها لانه حامل اللقب، السجون الكيني، الشرطه الايفواري، اسبوار الكونغو الديمقراطيه، نيمو ستار الاوغندي، ريد سكين ليسوتو. خلينا اقول حاجه، انه النادي الاهلي اختار نيمو ستار الاوغندي في الافتتاح، مباراه بكره ان شاء الله الساعه 7. متوقع انها مباراه تبقى بسيطه مش جامده، ولكن خلينا نقول ان اقوى فريق في المجموعه هيكون السجون الكيني. احنا مش عارفين قوي اخبار كينيا ايه، السجون الكيني اخباره ايه. السجون الكيني كان في بطوله السيدات خد المركز الرابع، الانابيب كان احسن، ولكن على مستوى الرجال يمكن كينيا تراجعت شويه، بقى تونس ومصر هم بيتصدروا المشهد افريقيا. المجموعه الثانيه السويحلي الليبي، فينانس البنيني، سويم بلو سيشل، عندنا دي جي اس الكونغو، الطيران المصري، وبافيا الكاميروني. دول 6 فرق المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه فاب الكاميروني، الشرطه البنيني، اهلي بنغازي. الحقيقه اسم النادي الاهلي عربيا وافريقيا منتشر بشكل كبير جدا، انا سعيد والله ان انا شايف اهلي بنغازي في المجموعه الثالثه الليبي. طيب خلينا استكمل معاكم بقيه المجموعات، ولكن لازم اروح لزميلنا كريم احمد مراسلنا قناه النادي الاهلي في قاعه اجراء القرعه عشان مقابلات مهم نعرف رايهم ايه. اتفضل يا كريم. ليك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب انتهاء الاجتماع الفني والقرعه للبطوله الافريقيه للكره للطياره الرجال، بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معنا طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطوله. طبعا بنتمنى التوفيق العاده للرجال زي ما اتمنينا التوفيق للسيدات، لكن شايف البطوله وعدد 24 فريق مشارك بشكل عام، وبخبرتك الكبيره كابتن رؤوف شايف البطوله ازاي بشكل عام؟ في الاول انا طبعا بوجه التحيه للكابتن هيثم السعيد ولكل طعم قناه النادي الاهلي. بقول كالعاده ريكورد للنادي الاهلي زي ما كان ريكورد في البنات، ريكورد في الاولاد ايضا، مشاركه 24 فريق اول مره في تاريخ هذه البطوله، ده بالاضافه اللي سجلوا 32 فريق لكن اول 24 سددوا الاشتراك هم اللي سمح بمشاركتهم في البطوله. بقول ان في فرقه وصلت فجر اليوم كانت ال 25، وايضا في فريق من السنغال، السفاره السنغاليه حاولت ان هي ان هو يجي، يعني كان في كمان اوفر العدد اللي هو تم السماح به للمشاركه في البطوله. طبعا كالعاده وشفنا الوفد الجزائري لما قال ان النادي الاهلي كالعاده يعني احنا لسه ما بدأناش، وابتدى الشكر الحمد لله بالنسبة للتنظيم. ما هو في الجزء الأول ده يعني الاستقبال في المطار والوصول الفرق للفنادق والتسكين والانطباع الأول عن أنواع الفنادق، أول تدريبات بياخدوها في أول يوم وتاني يوم من وصولهم، دي الحاجات اللي بتدي الانطباع الأول. فالحمد لله الانطباع لدى الجميع كهو كالعادة يعني، فده من الناحية التنظيمية. طبعا قمنا احنا بتعريف جميع الوفود برؤساء اللجان عشان اي حد يحتاج اي حاجه بيرجع لهم، في اللجنه الطبيه، في دكاتره بيبقوا ان كول سواء كانوا في الفنادق سواء في الملاعب، لجنه الملاعب، لجنه الفنيه بتحضر الجداول بتاع التدريبات، كلها على هبه الاستعداد. وطبعا في النهارده يعني ألقى الكلمة بتاعت النادي الأهلي الأستاذ محمد دواطي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أيضا اهتمام من الكابتن محمود الخطيب من دولة الإمارات، وأيضا العمري معالي الوزير العمري فاروق برضو كان متابع القرعة أول بأول. بقول إن القرعة متوازنة، يمكن في حاجة مهمة جدا إن نظام الاتحاد الأفريقي بيحط منظم على راس مجموعه، بعد كده بياخد البطل السابق، وبعد كده بيوزعوا وبعديه الثاني بتاع البطوله الثانيه، وبعد كده الثالثه، اتوزعوا توزيع عادل وتم اجراء القرعه. بنرحب بالفرق المشاركه من مصر ايضا، فريق طلائع الجيش، فريق سموحه، فريق الطيران، 4 فرق من مصر، بنتمنى من الله التوفيق ليهم جميعا، ونتمنى لكل الفرق إقامة سعيدة، وإن احنا نكون عند حسن ظنهم.
عايز اتكلم على الافتتاح والمباراه الاولى المواعيد عايزين ناكد عليها كمان فنيا استفاده كانت كبيره جدا للمعسكر طبعا بعد ما وفقت المجلس الاداره والنشاط الرياضي المعسكر اللي كان فيه فريق الرجال الاول نتكلم على الافتتاح ونتكلم على المباراه الاولى كابتن فهد. يعني الحقيقه طبعا احنا بكره يوم الزحم بكره في مباراه النادي الاهلي في كره القدم مع اهلي الفجيره هتكون على حسب علمي 4 الى 3 باذن الله. في ايضا لقاء مصر مع اليونان هيكون الساعه 8 ايضا. فيعني حرصا منا على ان احنا ندي فرصه للساده المشاهدين وجماهير النادي الاهلي لمتابعه كل هذه الاحداث الرياضيه. قررت اللجنه المنظمه العليا ان يكون حفل الافتتاح في الساعه 6:00. يعني ممكن هياخد حوالي نص ساعه مع الاحماء بتاع الفريق. يعني ممكن تكون مباراه الافتتاح هتكون الساعه 7 واعتقد ان دي يعني في الوسط ما بين مباراه الاهلي في كره القدم وبين مباراه المنتخب. ده من حيث المواعيد وباذن الله كالعاده اللجنه المنظمه العليا محضره مفاجات يعني مش هنفصح عليها باذن الله يرضي الجميع حفل الافتتاح. يعني شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام للنشاط الرياضي وايضا مدير البطوله الافريقيه للكره الطائره. بنتمنى التوفيق كابتن هيثم كالعاده طبعا للنادي الاهلي كابتن محمد مصلحي المدير الفني. استعدادات كانت رائعه جدا. معسكر المغلق طبعا اللي كان في بولندا كان ليه تاثير كبير وكان ليه مردود كبير جدا فنيا وبدنيا على كل اللاعبين. ان شاء الله في انتظار مباراه الغد المباراه الافتتاحيه تكون من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان ولقاءات خاصه عقب انتهاء الاجتماع الفني والقرعه الخاصه بالبطوله الافريقيه للكره الطائره الرجال. عوده ليك يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك. اكيد هنرجع لك تاني يا كريم عشان نعرف كمان راي الساده المنظمين وكمان عشان نعرف راي الفرق على حسب اللقاءات اللي تتوفر لك يا كريم. ولكن خليني عايز اكمل المجموعه الثالثه اللي كنا وقفنا عليها قبل لقاء كريم. المجموعه الثالثه فاب الكاميروني وفاب من الفرق الكويسه جدا خلي بالكم والشرطه البنيني واهلي بنغازي الليبي وجامعه زيمبابوي وسموحه المصري ومنجازه الكونغو الديمقراطيه. المجموعه الرابعه بورتفولي الكاميروني اولمبيك مليلة الجزائري كامبالا سيتي الاوغندي الخدمات العامه كينيا ولايه تشاتا الاثيوبي طلائع الجيش المصري. خليني اقول ان في اربع فرق مشاركه من مصر. النادي الاهلي طبعا البطل عندنا نادي طلائع الجيش نادي محترم والكابتن وائل العايدي المدير الفني ومجموعه كبيره من اللاعبين احمد صلاح لاعب النادي الاهلي السابق اللاعب المحترف الاوغندي تقريبا في صفوف نادي الجيش فريق محترم. عندنا نادي سموحه ونادي الطيران اللي احنا في سعداء بمشاركتهم الحقيقه لان ده طبعا في الاخر هيكون اضافه لمنتخب مصر. خليني يعني اشيد بشخصيه كانت بتدير القرعه طبعا كابتن هويده موندي سكرتير تنفيذي الاتحاد الافريقي وهي مصريه الجنسيه طبعا ومن انشط المديرين التنفيذيين في الاتحادات الافريقيه واللي انا بوجه لها الشكر حقيقه كملوك الصالات لتعاونها الكبير جدا معانا. اي معلومه اي سكاوتنج اي احصائيات اي داتا عايزينها لا تتاخر نهائيا انها توفر لنا. بنشكرها جزيل الشكر وبنهنيها كمان على الاداء المميز في اداره القرعه. خلينا اقول ان كابتن رؤوف اللي برضه بنوجه له الشكر بشكل كبير ايضا باين عليه الاجهاد كابتن رؤوف طبعا بنشكره شكرا جزيلا. واول مره في التاريخ ما هو قال كمان اول مره في تاريخ النادي الاهلي انه او تاريخ البطوله يطالب 32 فريق بالاشتراك وده كان موضوع صعب جدا. وقال انه شكر رئيس الوفد الجزائري قام وشكر النادي الاهلي على التنظيم. طب شكر ايه لسه البطوله ما ابتدتش؟ لا البطوله بتبان من اول ما اللاعبات واللاعبين بيحطوا رجليهم في ارض مصر من اول الطياره لغايه انهاء اجراءات الوصول لغايه استقبال في الاوتيل لغايه التدريبات كل ده اتعمل على اكمل وجه والوفد الجزائري قام شكر النادي الاهلي على حسن التنظيم. الاول انا عايز اقول ان الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ونائب رئيس اللجنه المنظمه اللي هو رئيسها استاذ محمد الجرحي قال كلمه مختصره جدا في اول الـ 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 يعني القرعه كلمه بالعربي طبعا وجهها للساده بالكلمه اللغه العربيه وكلمه بالانجليزي شكر فيها كل الناس وقال لهم تمتعوا باقامه سعيده وان شاء الله النادي الاهلي يوفر لكم كل اللي انتم عايزينه. خلينا اقول ان مباراه الافتتاح بكره كابتن رؤوف اكد انها هتكون الساعه 7 بالتقريب لان يعني هو حفل الافتتاح الساعه 6 6 ونص 7 هيكون الماتش. هو ليه اختار الميعاد ده كابتن رؤوف؟ عشان نقدر نكون ما بين مباراه النادي الاهلي ومباراه اليونان بتاعت منتخب مصر فيسمح لجمهور النادي الاهلي انه يتابع. طيب خلينا ننتقل لكريم احمد مراسلنا في قاعه اجراء القرعه يمكن معاه لقاءات جديده. اتفضل يا كريم. من جديد يا كابتن هيثم تحياتي ليك وكل الساده المشاهدين. اكيد طبعا عقب انتهاء القرعه بنحاول ان احنا يكون لنا لقاءات مع كل البعثات والفرق المشاركه واكيد بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الكابتن كاتي محمود المدير الفني لفريق اولمبيك ميليا الجزائري. بنرحب بيك في مصر بلدكم التاني واكيد سعداء ان احنا بنشوف فريق جزائري بيشارك في البطوله الافريقيه.
الله يخليك. اولا انا سعداء كثير من وجودنا هنا في مصر بلدنا الثانيه، وشكرا على الاستضافه وشكرا على الترحاب الكبير. اكلمك في الاستعداد للبطوله، هل كان في معسكر مغلق ليكم بعد المباريات؟ وكلمنا على العدد الكبير المشارك، 24 فريق او 25 فريق في هذه البطوله. في البدايه في عدد كبير فرق مشاركه، هذا الشيء يشرف الكره الطائره الافريقيه. احنا راح نشوفوا مباراه قويه، نشوفوا مستوى كبير ان شاء الله. بالنسبه لتحضير الفريق، احنا كان عندنا تحضير عادي لان البطوله في الجزائر مازالها، رانا لعبنا مباراتين وتاع بطوله وجينا مباشره للبطوله الافريقيه. كان تحضير عادي تاع بطوله، تاع بطوله وطنيه. المقابلتين اللي لعبناهم هما اللي خلونا نحضروا مباراه البطوله الافريقيه. شوف التنظيم للبطوله في النادي الاهلي في مصر، اكيد شاركته في بطولات عديده افريقيه، لكن كيف ترى التنظيم واستقبال النادي الاهلي هذه البطوله؟ هو اول مشاركه للفريق تاعنا في بطوله افريقيه، اول مشاركه لنا، كان لنا الشرف تكون هنا في مصر. احنا نعرفوا على التقاليد تاع النادي الاهلي، فريق كبير، فريق عريق، عنده خبره كبيره في تنظيمات في مثل بطوله مثل هذه. الاستقبال كان رائع، التنظيم جد محكم، كل شيء تمام، كل شيء ما شاء الله. لو بسالك على الفريق، هل كان في لكم اي استعانات بعض الاضافات للعيبه؟ هل جبتوا اي لعيبه قبل البطوله دي، ولا هو القوام الاساسي للفريق اللي انت تشاركوا بيه؟ لا، هو القوام الاساسي تاع الفريق تاعنا. احنا عندنا فريق شاب، فريق ممزوج بين فريق لاعبين خبره ولاعبين شباب. احنا اول اهداف تاع الفريق كان كسب كثير من الخبره، والهدف التقني هو المرور للدور الثاني ان شاء الله، وبعدين نسير مقابله بمقابله ان شاء الله. اخيرا، تمنياتك ايه في البطوله دي؟ بنتمنى اكيد التوفيق لكل الفرق المشاركه وخاصه الفرق العربيه. انت بتتمنى ايه على المستوى الشخصي يا كابتن كاتي؟ اكيد انا اتمنى التوفيق لكل الفرق، خصوصا الفرق العربيه. وبالنسبه للفريق تاعي، ماذا بيا اللاعبين تاعي يكتسبوا كثير من الخبره ويتعلموا كثير من هذه البطوله ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن كاتي محمود، المدير الفني لفريق اولمبيك ميليه الجزائري. زي ما بنقول، كنا اكيد بنعمل يكون في فرق تونسيه، فرق مغربيه، لكن العدد الكبير اللي كان مقدم طبعا وكان هيشارك في هذه البطوله، اكيد 24 فريق. بنتمنى يكون الشكل العام التنظيمي شكل مميز ورائع كعاده فريق النادي الاهلي. اكيد مستمرين معاك كابتن عيسى السعيد، ومن ضمننا كمان الكابتن ياسر نصير نائب مدير البطوله وايضا نائب مدير نشاط رياضي بالنادي الاهلي. كابتن ياسر، عايز اكلمك في البدايه على البطوله الثانيه للسيدات، كان لينا تنظيم على مستوى واداء ونتيجه بالنسبه للفريق، بتشوف ازاي التنظيم في وقت قليل جدا بالنسبه لبطوله الرجال؟ بالنسبه للتنظيم طبعا، زي ما النادي الاهلي عود جماهيره وعود اعضائه، حسن التنظيم. البطوله دي مختلفه شويه، عدد الفرق المشاركه كبيره، تقدم 32. احنا الاتحاد الافريقي خد اول 24 اللي هم سبقوا بتاكيد الاشتراك بس، والنادي الاهلي طبعا بيشارك باللجان بتاعته المختلفه في حسن التنظيم والكلام ده كله. وبالنسبه لنا شيء عادي بالنسبه لنا ان احنا ننظم بطولات وننجح فيها باذن الله. من اللحظات الاولى الاشاده بنسمعها من رؤساء البعثات والبعثات والوفود، لسه البطوله ما بداناش فيها، لكن معروف على النادي الاهلي اي حاجه بيخش فيها النادي الاهلي بيكون له تاثير كبير جدا. بتشوف الكلام ده ازاي يا كابتن ياسر؟ الانطباع اللي اتاخد عن البطوله بتاعت السيدات اللي فاتت، طبعا اكتر الفرق كانت مشاركه بالسيدات، فانطباع كويس جدا. وطبعا في حاجة لازم ما نغفلهاش، ان جميع ادارات النادي الاهلي بتشترك في التنظيم، وطبعا من اول المدير التنفيذي كابتن محمد مرجان ومدير المقر استاذ خالد، كل الناس بتساعد اللجان المنظمه وبتشارك وليها دور كبير جدا جدا في انجاح البطوله، كمان بخلاف اللجان المنظمه للبطوله. رسالتك الاخيره للابطال كابتن محمد مصلحي، الرجال ان شاء الله البطوله تكون من نصيب النادي الاهلي، حاملين اللقب، عليهم شغل كبير جدا، حابب تقول لهم يا كابتن ياسر؟ بحب اقول لهم ربنا يوفقهم، وان شاء الله النادي الاهلي دايما دايما بيبحث ورا المركز الاول، وباذن الله ناخد المركز الاول في البطوله زي ما عودنا جماهير واعضاء النادي الاهلي. شكر. كل الشكر من جديد لكل طبعا نجومنا هنا، الكابتن ياسر، كابتن رؤوف، كابتن محمد مصلحي، كل طبعا الرؤساء الوفود، البعثات المشاركه هنا في هذه البطوله. بنتمنى ان شاء الله غدا يكون افتتاح يليق باسم النادي الاهلي، ثم المباراه الافتتاحيه. وزي ما اكد كابتن هيثم السعيد، هتكون على طول عقب الحفل ان شاء الله، ليعطى الفرصه لمتابعه مصر واليونان، وايضا كمان مباراه النادي الاهلي والفجيره، ومباراه الاهلي ونيمو ستار ان شاء الله، لتكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي. اكيد طبعا كالعاده ان شاء الله هنكون متواجدين معاكم، وتغطيتنا الخاصه البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الرجال. عودة لك يا كابتن عيسى السعيد. زميل كريم أحمد، شكرا جزيلا ليك، أكيد هنرجع لك تاني يا كريم لو في فرصة، عشان طبعا نعرف مزيد من الأخبار ونحط الضوء أكتر على رأي كل من شارك وكل من بالتنظيم أو بالمشاركة في البطولة. خلينا أقول بعض الأمور المهمة، أنه
زي ما شفنا طبعا الحوار اللي اداره كريم مع مدير فني فريق الجزائري، هو قال ان طبعا النادي الاهلي عريق، نادي كبير، هو ده الكلام اللي قاله. وقال النادي الاهلي مش غريب عليه تنظيم هذه البطولات وخبره كبيره جدا في هذه البطولات. زي ما قلنا قبل كده النادي الاهلي افريقيا اصبح نمره واحد مرتاح، يعني بعد النادي الاهلي يجي مسافه كبيره جدا لاي نادي عايز يخش في المركز الثاني بعد النادي الاهلي افريقيا. خلينا اقول حاجه مهمه، غياب الفرقه التونسيه مش معنى كده البطوله ضعيفه. خلي بالكم يا جماعه، انا بناشد الجماهير الحضور، الحضور بكثافه، في فرق قويه جايه، الفرقه الليبيه جايه بدعم لعيبه، الفرقه الكينيه ايضا، الفرقه المصريه الموجوده، نادي طلائع الجيش نادي محترم، نادي سموحه، الطيران، الانديه دي كلها محترمه. البطوله مش ضعيفه، احنا خدنا البطوله في تونس السنه اللي فاتت، فزنا على النجم وفزنا على الترجي، فزنا على الترجي في المجموعه وفزنا عليه ايضا في قبل النهائي، ورجعنا فزنا على النجم في النهائي. فقصدي اقول لا، فزنا على الترجي في المجموعه، فزنا على النجم في النهائي، فزنا على الفرقتين. فاذا مشاركه الفرقه التونسيه من عدمها، طبعا كنا نرحب بالفرقه التونسيه، ولكن البطوله مش ضعيفه، لازم الناس تيجي وتشارك. خليني اقول على نقطه مهمه اشار عليها الكابتن عمرو علواني او الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، قال ان الفرقه اللي هتمثل افريقيا ان شاء الله في بطوله العالم هتحصل تقريبا، يعني انا اللي لحقت اسمعه، $60,000 الفرقه اللي هتشارك ان شاء الله كممثل. وهو الدكتور عمرو قال احتمال، يبقى ده ما قالش اكيد عشان برضو ما نقولش كلام او نقول كلام مش مظبوط، قال الفرقه اللي هتمثل افريقيا هتاخد $60,000. $60,000 دول اكيد هيتوجهوا لدعم هذا الفريق عشان لما يروح بطوله العالم يكون واقف على رجله ويكون قوي. طب الدعم ده هيجي منين؟ هيجي من الاتحاد الدولي. خلينا اقول برضو ان مباراه الافتتاح بكره هتبقى مع نيمو ستار الاوغندي، مفترض ان ده من ليفل 5 او ليفل 6، المباراه تكون ضعيفه، المباراه تكون الساعه 7 عشان ندي فرصه للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي المتابع للبطوله انه يقدر يتابعها، وبعد كده يقلب يشوف ماتش مصر واليونان ان شاء الله. كل التوفيق اكيد لماتش مصر. خلينا اقول بعض الحاجات المهمه برضو اللي احنا نحب نعلق عليها وتابعناها مع حضراتكم. هو تاكيد طبعا ايضا الدكتور عمرو علواني على ان كل الفرق تبان بمظهر كويس، والراجل وجه الكلام الحقيقه دكتور عمرو لكل الفرق المشاركه، هو يعني كررها. طيب واحنا بنتكلم على الدكتور عمرو علواني، بلغوني ان دكتور عمرو علواني مع كريم احمد او زميلنا كريم احمد في القاعه، واللقاء مهم، نروح لكريم احمد ونسمع دكتور عمرو هيقول ايه. اتفضل يا كريم. كابتن هيثم تحياتي ليك من جديد، بينضم لنا القامه الكبيره للنادي الاهلي والاتحاد الافريقي، عضو مجلس اداره السابق للنادي الاهلي، رئيس الاتحاد الافريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عدد كبير جدا يا دكتور عمرو من المناصب، اللهم لا حسد، لكن يمكن حياك ابن النادي الاهلي وبنتشرف بيك عامه بشكل عام يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا، وطبعا زي ما شفت انت كلمتي بالنسبه قدام الافارقه 24 فريق تقريبا 16 دوله، ان النادي الاهلي منظم يبقى البطوله هتنجح، ده الكلام اللي اتقال، واعتقد ان ده تجمع للافارقه هايل جدا، والكره الطايره زي ما انت عارف محبوبه جدا في افريقيا. البطوله السابقه كان نجاح منبهر، يعني نجاح باهر، جالنا فيدباك من كل اوروبا والاتحاد الدولي والحاجه، فطبعا هنيئا للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللجنه المنظمه ومحمد الجرحي ومحمد ضماطي، وطبعا ده وش حلو كابتن محمود الخطيب. الاداره عندنا في الاهلي اعتقد عيله وتعاون كامل، وهو ده سر النجاح، كل واحد بيتفانى ما بيذكرش نفسه، ودي القصه اللي احنا عايزينها. هي دي الرياضه، هو الهدف من الرياضه ان احنا نعلم الناس ازاي يبقوا عندهم التزام بنفسهم بلعبتهم بناديهم وبالتالي ببلدنا، هو ده الهدف. انا فخور ان هذا العدد من التيم بيتعمل في الوقت الحرج جدا من تاريخ مصر وهو انتخابات الرئاسه، ده دليل ان احنا الحمد لله مسيطرين، بلد امان، الناس مقتنعه، في حب والتزام من كل واحد، وهو ده اللي احنا عايزينه للمستقبل. فان شاء الله بطوله ناجحه، ولو النادي الاهلي كسب تبقى هايله، التاني تشويس لو فريق مصري كسب يبقى معلش، لكن اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يكسب وياخد حاجه. في مفاجاه ان في مناقشات مع الاتحاد الدولي ان اللي يكسب ممكن يروح بطوله العالم بس بشروط معينه، لان بقت موضوع مالي بحت، تسويقي بحت، لازم نساتسفاي السبونسرز اللي هناك، قنوات التلفزيون، لان عايزه مستوى عشان تقدر تسوق، فمطالبين عدد كبير من المحترفين الهاي كاليبر، مش اي محترف، وطالبين وايلد كارد زي النورمال العادي بعد كل الحاجه. فاعتقد
ده معروض ولسه في قدامها 6 اشهر، فعلى الله وعسى ان احنا نلاقي سبونسر للنادي الاهلي اللي هو البطل الجاي ان شاء الله عشان نشترك في بطوله العالم لما نكمل الملف. شكرا، فرصه سعيده. كل الشكر والتقدير من جديد طبعا للدكتور عمرو علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي على هذه التصريحات. بنتمنى كل التوفيق العاده للنادي الاهلي في هذه البطوله. تنظيميا بطوله السيدات كانت على اعلى مستوى، بنتمنى ان شاء الله تكون هذه البطوله ايضا بنفس المستوى المميز تنظيميا. اكيد بنتمنى غدا تكون المباراه الافتتاحيه والافتتاح للبطوله على اعلى مستوى كعاده النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك. يمكن كان مسك الختام لقائنا مع الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. وزي ما قلنا لحضراتكم في كلمته اللي قالها باللغه الانجليزيه في الاول، هو قال ان الفائز قد يشارك في بطوله العالم للرجال اللي هي الجلوبال تشامبيونشيب اللي بتقام خارج طبعا في الخارج وبيشارك فيها ابطال القارات، ولكن قال شروط معينه. قال في 6-7 شروط زي ما قلنا برضو. الشروط دي اهمها هو سبونسر، واكيد ان شاء الله انا متاكد النادي الاهلي هو النادي القادر على وجود رعاه يرعوا الفريق هناك. وقال ما عايزين عدد معين من المحترفين، وايضا النادي الاهلي يقدر يجيب عدد معين من المحترفين. انا شايف ان دي فرصه طيبه، ولكن اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم نفوز بهذه البطوله. قال كمان دكتور عمرو ان النجاح باهر لبطوله السيدات. احنا مش بنقول الكلام ده، اللي بيقوله رئيس الاتحاد الافريقي قال الفيدباك او المرجوع اللي جاي له من الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الدولي بيشكروا جدا في التنظيم. النادي الاهلي بيحط رجله في العالميه في الفولي بول يا جماعه، خلي بالكم من الحته دي وبكره افتكروا كلام النادي الاهلي بيحط رجله الخطوه الاولى او زي ما بيقولوا اول خطوه في العالميه كفولي بول ان شاء الله هتبتدي من هنا، تبتدي من صاله الامير عبد الله الفيصل. وبرده اكد قلنا لحضراتكم ان هو ما قالش في اللقاء مع كريم، ولكن قال في الاول ان الفريق اللي هيشارك كممثل ان شاء الله او قد يشارك على الممثل هيبقى بالظبط. هو قال ان في 6 شهور، قال في 6 شهور في مناقشات وفي حوار في 6 شهور عندنا انه ممكن يشارك ممثل، وده اللي قلناه انه مش اكيد، ممكن يشارك ممثل عن افريقيا في بطوله العالم القادمه. وهو زي ما قلنا كان في مناقشات، واضح ان في مناقشات، واضح ان في شروط الاتحاد الدولي لمشاركه اي فريق افريقي. وقال في كلمته اللي في الاول قال ان اللي هيشارك قد ياخد 60,000 دولار كدعم لهذا الفريق لانه مطلوب منه امور معينه. الحقيقه دي كانت تغطيتنا. بكره ان شاء الله اكيد هنتابع مع حضراتكم المباراه الافتتاحيه اللي هتكون مع نيمو ستار الاوغندي تمام الساعه 7. حفل الافتتاح هيكون الساعه 6، في مفاجآت في حفل الافتتاح، يا ريت تتابعوها. واكيد قناه النادي الاهلي مش هتتاخر، واكيد هنقول لحضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر الوضع هيكون بكره ايه، لان بكره يوم مزدحم، واكيد احنا هنقول لحضراتكم اكيد هنعمل ايه بكره كقناه النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر ان شاء الله، ونبتدي الحكايه مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل التوفيق لفريق البولي بول لكرة الطائرة رجال، إن شاء الله ناخد بطولة أفريقيا. شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر مع ملوك الصلاة.